اللغة عماد ثقافتنا ونعلمها لأحبتنا. اللغة عماد ثقافتنا ونعلمها لأحبتنا. نعتز بها أبد الدهر. هي أبدا رمز حضارتنا. هي أبدا. هي أبدا. هي أبدا رمز حضارتنا. لن إذا كي ضم إليها لام كي انصب بالفتح ولا ترفع للشر حروف وحروف منها المعروف المألوف. أستاذ الصحف علمنا نريد بها الآن نطوف من إلى في عن على حاشا عدا حتى خلا مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والباء واللام لعل 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 ومتى لام لما لام الأمر ارسم فورا قطع الأمر لام لما لام الأمر ارسم فورا قطع الأمر. نعم نعم ارسم بالسكون إن لزم الأمر بحذف النون أبجد هوز حطي كلم بندار هو اسم علم بالكسر يجر وبالضم مرفوع أبدا محترم. نعم 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 نعم. ما الذي تنتظره وقد طردتك؟ الصبر، الصبر حليتي وحيلتي. وأمرتك أن تغادر داري. إني على حدة مزاجك صابر. الله الله، ماذا أفعل بك؟ الصبر، وانزع إلى مكارم الأخلاق فإنها من أنفس الأعلاق، تحميك من قوارع الملامة، تمنحك الإعزاز والكرامة. أخلاق أعلاق كرامة ملامة، وبقي عليك أن تغادر داري. أما أنا لك أن تهدأ؟ لن أهدأ قبل أن ترحل. خطأ، الموقف يقتضي أن تقول قبل أن تجلو. صح، ورحم الله أباك ما أغزرك في العلم والنحو. شكرا لك. إذن إليك عني وغادر داري فورا. وربنا الله. يا بدار، قد طلبت إليك يد ابنتك. ماذا؟ لقد طلبت إذن العنقاء ورغبت في الذي لا يطال، وإن شئت فقل لقد طلبت بيض الرخ اللخ اللخ إلى الخارج. وعلى الغبار وثار الله أكبر وسد منافس الأقطار يا سلام يا سلام. وخرج عنتر من الغبار كالمغوار وانطاطا 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 الأبجر 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 وانطاطا الأبجر الهدار. اندفعت قلة من القلل الله أكبر الله أكبر أو قطعة قدمت من جبل يا سلام قدت يا أبا الأهوال قدت يا أبا الأهوال لقد قلت قدت لا تقل قدمت نعم قدت أو قطعة قدت من جبل نعم يا جاهل
نعم هي وصال وجد. الله الله صال وجد. نعم الله الله صال وجد. ايوه صال وجد صال وجد وصال وجد. ايوه وتفقد الاحوال. اي ابو الاهوال اه وكان يوم الاهوال وكان يوم الاهوال وهكذا وهكذا يا سادة يا كراب يا افاضل الانام نتوقف ولا منال. لست ادري كيف يستطيع عمك ابو الاهوال التلاعب بافئده الناس. مهنته توارثها ابا عن جد. متى تزوجت ابنته وفاء بات عليك ان تنتظر من يخلفه من ابنائك. اعوذ بالله. قد صدر تصرف غير لائق منك فانت خطيب لابنتي. وكيف يا عمها؟ قد اهملت الاصغاء الي وانصرفت الى صاحبك هذا ذي الوجه النكد العكر. انا؟ نعم وان تكرر هذا فسوف يرى كل منكما مصيره. يكفي ان ازعق مغضبا امام المعجبين بي تحول الى نتف وإرب. سيكون لك حم طريف يا ولي. اخلص. يهمني من الأرمة ابنته تريدني واريدها وهذا حسبي. ما الذي بك يا عباس؟ هنيئا لك يا وليد قد استطعت ان تخطب من تريد. اما وعدتك بان امهد لك لتطلب يد شقيقه سهام. وما قيمة وعدك إزاء عناد والدك بدار؟ إنه لا يقل عصبية عن أبي الأهوال هذا. اطمئن شقيقة سهام عاقلة ومتزنة ولن تجد من هو أفضل منك يا عباس. أنت وقح. أعرف وصفيق. هذا صحيح. وقد أهنت أبا الأهوال إهانة قليل عليها سيف عنتر. يا أبا صخر العفو عند المقدرة صفات عنترية. الرأس بالرأس ويكون لذلك دوي يصم الآذان. أبا صخر لقد أهنت أبا الأهوال إهانة ومن أهان أبا الأهوال أهان عنترة ومن أهان عنترة فالرأس بالرأس والخسران على الجبين. وأنت كذلك. الله الله العاشرة والدقيقة الثانية اتصال من السيد عميد كلية الأداء وتذكير بإعادة النظر في مقرر الجلسة الأخيرة. العاشرة والدقيقة العاشرة اتصال من رئيس تحرير مجلة الجزيرة. الحادية عشرة. ماذا عن الحادية عشرة؟ رن الهاتف. رفعت السماعة وضحكات نسائية طنانة رنانة. قطعت الاتصال. حسن اتصل هاتفيا بالفندق واطلب إلى المحامي شعبان أن يستعد لاستقبالي خلال ربع الساعة. على الفور يا أستاذ.
أتافي، من أية معركة خرجت يا وليد؟ من مقهى أبي صخر. أبو صخر، أبو صخر، لابد وأن شجارا قد وقع بسبب عنترة. بل بسبب عباس صديقي. عباس، عباس هو الآخر عنترة هذه الأيام. لقد نبهتك مرارا عن مزاملته ومعاشرته. أبي لا تقل هذا عن عباس. وماذا أقول عنه؟ إنه شاب يفتش عن المشاكل بدل أن يفتش عن عمل يليق به. أبي خفف القول عن عباس، إنه يدمر لنا الخير. يعني يريد أن يطلب يد شقيقته. لقد ذهب مع الريح. ما الذي ذهب مع الريح؟ زواج عباس من ابنة سهام. هيا هيا إلى داخل الغرفة لتغير ملابسك وتصلح من شأنك. هيا هيا أمامي. خطوبة يا أستاذ فاضل؟ خطوبة هكذا سريعاً؟ ولم لا؟ آمل أن تكون الفتاة عند مستوى ميراثك. حسبك يا شعبان، الخطأ ممنوع. قد ارتكبت خطأً في الأصول المتوجب لدى أمثالك. أستاذ؟ قلت حسبك. يكفي أن تكون الفتاة عند مستواي أنا، ليس عند مستوى ميراث غير ذي بال. نعم، لذلك بات من المتوجب رحيلك وعلى الفور. أستاذ فاضل، لما لا أبقى إلى جانبك؟ قد تحتاج إلي. كلمة قلتها يا شعبان، ترحل. يجب أن تبقى مسألة ميراث الضخم سراً بالنسبة لخطيبتي وذويها. أصر على هذا كل الإصرار. حاضر، سأتدبر أمر رحيلي هذا المساء. تحسن صنعا. بدري. نعم. كنت أظن أنه يوجد في البلد أحمق وحيد، فإذا بك أحمق آخر. ما الذي تفعله؟ أنت غشيم، أنت صنف عجيب، أنت رديء، أنت لئيم، أنت سموج، أنت. إذا أردت تقريع أحد يا بدار فلا تقل له أنت سموج، قل له أنت سمج. أية بلية أنت؟ إن كانك أن تدفعني عنك بشيء من التسامح والصبر. ما هذا الذي في يدك؟ تخشى أن ينفجر؟ انظر، هو شريط مسجل. شريط مسجل في النحو والصرف؟ لا، بل شريط لموضوع آخر. يعني الشريط هو تسجيل صاف لأروع الأغاني القديمة مما يفرح لها القلب. هكذا إذن. وأين وقعت عليه؟ يا بدار، أنا لا أقع إلا على اللقة الممتازة. وهل تعيرني هذا الشريط؟ يا عبد الرزاق بدار، كف عن الخطأ اللغوي رأفة به. إنه لا يجوز أن تقول وهل تعيرني. وماذا أقول إذن؟ وهل تعير مني هذا الشريط؟ وهل تعير مني هذا الشريط؟ ولم لا؟ مهلا، الإعارة ممكنة، إنما بشرط. تشترط علي؟ ولم لا؟ إني أعير منك شريطاً ليس مثله.
حسنا. ما شروطك؟ أخطأت ثانية، قد تحدثت عن شرط وحيد. ما شرطك؟ نظرا لمحتويات الشريط من روائع الأغاني، ونظرا لحدة مزاجك واندفاعك وراء انفعالك، أخشى إذا استبد بك الطرب أن تحطم الشريط مع آلة التسجيل. ما أشد براعتك في التشويق. عند تفريش أسنانك قد تكون تأثير تسلسلي لأمراض اللثة، تبدأ برائحة فم كريهة وتراجع للثة ثم فقدان الأسنان. استخدم بارادونتاكس، فعال 4 مرات أكثر من المعجون العادي في إزالة بكتيريا البلاك، السبب الرئيسي لنزيف اللثة. بارادونتاكس يساعد في وقف التأثير التسلسلي لأمراض اللثة. التهاب في الحلق؟ أنت تحتاج فيكس فيبو دروبس، يلطف ويخفف من التهاب الحلق ويعطي إحساساً بالتنفس العميق الصافي. فيكس فيبو دروبس. الحياة عذاب وقت ما تقدر تاخذ نفس عميق. أوتريفين يزيل احتقان الأنف 6 مرات أسرع من الحبوب ويساعدك على التنفس بشكل أفضل لتنعم بوقتك طول النهار والليل. خذ نفس عميق مع أوتريفين. جرب غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك، يستهدف البكتيريا التي لا يمكن أن تصل إليها الفرشاة وحدها. غسول الفم الجديد من بارادونتاكس مع الزنك. الحياة عذاب وقت ما تقدر تاخذ نفس عميق. أوتريفين يزيل احتقان الأنف 6 مرات أسرع من الحبوب ويساعدك على التنفس بشكل أفضل لتنعم بوقتك طول النهار والليل. خذ نفس عميق مع أوتريفين. ألم حساسية الأسنان مشكلة شائعة مرة. معجون سنسيداين المطور ترمي محماية الجديد بيدخل لعمق السن، وهذا بيساعد في أنه يقلل من حساسية الأسنان. أنصح الأشخاص أنهم ما يهملوا مشكلة حساسية الأسنان. في جملة رواد المقهى من مستمعيك؟ تذكرينني به ذلك المنكود؟ أي، ماذا أصابك؟ الإبرة يا أبي. بل هو ذكر وليد، حتى ذكر اسمه يشبه لسع العقرب. أبي، ما الذي فعله وليد؟ كان منصرفا عن سماعي في حين كنت أتكلم عن أهم معارك عمرو. تعلم يا أبي أن وليد يهتم بي أنا فقط ولا يهتم بعنترة. حذاري، حذاري أن يعرف رواد المقهى بهذه الحقيقة المعيبة. لو سمعوا بعدائه للبطولات العنترية لتحتم علي فسخ خطوبته عليك. ولماذا؟ إنني الرئيس الفخري لجمعية مريدي بطولات عنتر، فهل يجوز أن أصاهر عدواً في ثياب صديق؟ أبي،
قد مر زمن بعيد على عنترة وأهميته. نحن في عصر المذياع والمسرح والسينما والتلفزيون، الحياة في تطور يا أبي. الله الله، قد راحت زمان البطولات الحقيقية. الحقيقة إذن صوت رقيق من المذياع يحل مكان زعيق عنتر، أفلام كرتونية تغني الناس عن سماع سيف أبي زيد ورمح المهلهل. الله 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 الله، قد قال عنتر متحسبا لمثل هذه الأيام: ما كنت أحسبني لأحيا إلى زمان. أبي أبي، الشعر لأبي الطيب المتنبي وليس لعنترة. هذا جائز، ولعل أبا الطيب قد عمد إلى سرقة أدبية من عنتر. المهم المهم أن تبقى على محبتك لوليد. شاب طائش، والذي يزيده طيشا على طيشه ذلك الشاب اللئيم الذي يأبى مفارقته. عباس، عبست أبطال عبس في وجهه حتى لا يدري أين المفر. هو بعينه إن وليدا لا يعلم سبب اقتحام عباس هذا به. بل يعلم. ماذا تقولين؟ وليد يعلم سبب ملازمة عباس له، ويعلم أنه يود الزواج من شقيقته سهام. قد كلفتك مرارا بقراءة سيرة عنتر. أجل، وتبين لك مدى ما عاناه عنتر للزواج من ابنة عمه عبلة. أجل، سيعاني عباس أضعاف ما عاناه عنتر، إنما دون أن يظفر بقلامة ظفر من سهام. سليني أنا، لن يرغمها أحد حتى ولو قيدوها بالحبال. ها قد قيدتك يا أبي، فما الذي تريده؟ أخرجي من جيب الشريط يا سهام. ما هذا؟ شريط نادر المثال، مسجل عليه أجمل الأغاني، أسمعين الشريط. ولكن لماذا طلبت إلي تقييدك بالحبل هكذا؟ هذا وعد شرف قطعته على نفسي. المهم آلة التسجيل هناك، فأسمعين الشريط يا سهام. أمرك. عمي العزيز بدار، كنت تنتظر سماع سلام حجازي وعبد الحامولي وصالح عبد الحي، إنما وأنت مقيد بالحبال ستستمع إلى تغريدي بالصرف والنحو. سهام سهام، خلصيني من هذه الحبال. لا شك في أنك قد انجرفت وراء حدة مزاجك المعروفة، وطلبت إلى الآنسة الغالية يا سهام أن تفك أسرك. إنما صبرا ودعني أكمل. قد طلبت إليك يد سهام ولن أتراجع مهما بدر منك يا بدار، وإني قادم إليك لأتقبل منك أسفك البالغ عن حدتك المعتادة، وربنا الله يكتب لكل منا السلامة مع الآخر. هذه خفة دم فعلا. والسلام في الختام مع أغنية سجلتها خصيصا من أجل عينيك يا بدار. يلي نويت تشغلني طوعني وبعيد عني، يلي نويت تشغلني طوعني وبعيد عني، إن حبيتك يبقى يويلك من نعم. تمهل يا آنسة لأتمكن من تسجيل كلماتك بالحرف. نعم نعم، بسرعة الإملائية لو سمح فضلك. نعم، ما الذي يفعله الأستاذ ممنوع؟ اللهم لا اعتراض، إنني أقبض مرتين
مقابل الصبر على مثل هذه الترهات. أرجوك يا أستاذ، أرجوك تلطف وتكرم بإبلاغ الطالبات أن يمتنعن عن معاكستي. وما الجديد يا عزيز؟ آنسة رفضت ذكر اسمها تسألني، ما الذي يفعله الأستاذ ممنوع عندما يتناول طعامه؟ وعلى أي نحو يفعل ذلك؟ وكيف يتم صرف ذلك؟ وتصرفت، وصرفتها أيضا. أحسنت يا عزيز. القهوة لو سمحت. حاضر. أغنية سجلتها خصيصا من أجل عينيك يا بدار. اجلسي يا ابنتي. خيرا يا أبي. سأعمد فورا إلى لب الموضوع. تعلمين يا ابنتي أنك تخطيت العشرين وأنت بين رافضة للزواج ومترددة. كنت أنتظر النصيب المناسب يا أبي. هذا حسن. إنما يا ابنتي لقد طلب يدك الأستاذ ممنوع، وأنت تعلمين عنه على ما بدا لي أكثر مما أعلم. أبدا أبدا يا أبي، كل ما في الأمر أنني شاهدت صوره في المجلات عدة مرات. المهم يا ابنتي ما رأيك فيه؟ المهم رأيك أنت يا والدي. رأيي أنا إنه رجل في الأربعين معتدل الملامح والصحة، يبدو كخزان للمعلومات يكاد أن ينفجر لولا فتحة تفيض مما يختزنه من المعلومات. لن أخرج عن رأي تراه مناسبا لي. يا ابنتي يا سهام، ما رأيك أنت فيه؟ إنه وسط في الناس. صح. وخير الأمور الوسط. ها؟ توافقين إذن؟ موافقتي رهن بالذي تراه. يا نعمة الله، يا نعمة الله، الآن ارتاحت نفسي حيال ذلك اللغوي الظريف وبدأت أميل إليه. قد وصل، هيا إلى الداخل وأعدي لنا شيئا. حاضر. هيا. تفضلا. أحسبك يا عباس قد تعودت احترام أبي الأهوال واحترام ما يرويه. أظن ذلك، ولعلك قد تعلمت أيضا أن الرأس لا يكون صلبا كالفولاذ ولا يجوز استعماله كسلاح. أظن ذلك. من كان يصدق أن ضخما كأبي صخر يفقد وعيه ويرتمي أرضا؟ قد حصل هذا ويجب أن تصدقه. على فكرة. ماذا وليد؟ قد كلمت والدي حول طلبك يد شقيقة سهام. خيرا. يبدو أن الطريق إلى موافقته وعر بعض الشيء، إنما اطمئن، سأكون إلى جانبك وسأتولى إقناع سهام مهما كلف الأمر. أنت أخ مخلص. ربنا الله، وأهلا وسهلا بك. قد أجبناك على طلبك. قل إلى طلبك، أو احذف الاثنتين العليلتين على وإلى وقل أجبنا طلبك. أراك قد عدت إلى التجرؤ علي يا أستاذ فاضل. يا عم يا عم، إذا رأى الواحد منا اعوجاجا فليقوم بلسانه بيده بسلاحه. ماذا ماذا بسلاحه؟ أعد أعد أعد، وهل بلغ بك الأمر أن تقومني أنا بلسانك أو بيدك أو بسلاحك؟ إلى أين أنت ذاهب بي يا رجل؟
إلى الأصلح؟ بل أنت تتعمد أن تتهمني بالإعوجاج، وعمدت إلى تهديدي بلسانك ويدك وسلاحك، وبعد هذا كله تسمح لنفسك بالجلوس وشرب قهوة. خطأ. قل وارتشاف قهوتي. القهوة نتناولها برؤوس الشفتين. خطأ. خطأ يا أستاذ. سهام، بعد إذن منك يا والدي. أهلا بك يا آنسة، يسرني جدا أن أراك، ويسعدني أكثر أن تتكرمي فتبيني مواقع الخطأ في كلامي. سمعتك تقول إن القهوة نتناولها برؤوس الشفتين. نعم هكذا. خطأ، الشفتين كتلتين، والكتلة لا رأس لها. ولكنني قلت رؤوس، وهو تعبير صح، فالرؤوس إذا تجمعت وتجانست كانت كتلة. حسن. ما بالك وما بالها، غرقت ما في قليل من القهوة وتناسيت ما تعرضت له. قل ما تعرضت إليه. ومصيبتا يا رجل، أصحح أخطاءك فتحنق، الفارق كبير بين تعرضت له وتعرضت إليه. وكيف؟ وهل يخفف هذا من وطأة إهانتك المتكررة لي؟ تعرضت له تكون بمعنى جابهته واعترضته، وعن عمد وإرادة مني. أما تعرضت إليه فتكون بمعنى نابني واعترضني مفاجأة منه ودون تحسب مني. سهام. نعم يا أبي. هل صحيح أنك تستطيعين العيش مع دائرة المعارف هذا؟ مع دائرة المعارف هذه. ربنا الله، ربنا الله. يا فتاة، غادر الردهة فورا. حاضر يا أبي. مهلا يا أنسة. نعم يا أستاذ. قولي حاضرة يا أبي. هل تدري لماذا طلبت إلى ابنتي أن تغادر الردهة؟ نعم. لماذا؟ لكي تصب جام حدتك علي دون ما إحراج. بل دون ما حرج. صح، دون ما حرج. وهل تدري بماذا أفكر الآن؟ نعم، بماذا أفكر؟ تفكر بتقدير وزني وتقدير قوة ساعديك، وعما إذا كان بإمكانك أن تحملني وتقذف بي من النافذة أم لا. حسنا، إذن سأبدأ بقذف حوائج بيتي من النافذة إلى الشارع إلى أن تجلو عن البيت. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا بدار، الصحيح أن تقول ويلاه ويلاه ويلاه.